بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بكم مع قناة مصادر الحياة وفيديو جديد، ومعكم صاحب القناة ابو الحسن عبد الله. والنهاردة بنتكلم عن جمال البشرة وكيفية العناية بها. وكنا وعدنا في الفيديو السابق واللي كان تحت عنوان كوني جميلة، والفيديو القبل السابق ايضا بالحديث عن جمال ونضارة البشرة. والنهاردة ان شاء الله بنقدم لكم هذا الموضوع تحت عنوان وصفات من الجزائر لجمال البشرة، كوني ملكة جمال بهذه الوصفات الرائعة. الحقيقة هذه الوصفات ليست من الجزائر فقط، ولكنها ايضا من خبرتي الشخصية ومن كثير من كتب طب الأعشاب. بنبدأ الحديث عن جمال البشرة عامة للناس اللي لا يعانوا من أي مشاكل في البشرة، ولكن يريدون الحفاظ على البشرة جميلة نضرة نقية. دائما لابد أن يستخدموا مغلي نبات البقدونس. مغلي نبات البقدونس بتغليه وبعد الغليان يبرد، ثم تغسلي به وجهك، ده بيجعله أكثر نضارة ووضاءة وجمال. أيضا لفوائد مغلي البقدونس انه بيقضي على النمش والبصور وتفتيح لون البشرة ويجعلها اكثر نضارة. اما اللي عايز وصفة جميلة جدا بتقضي على النمش والبصور وتفتيح لون البشرة، وايضا بتعالج حب الشباب او بتساعد في علاج حب الشباب، وده موضوع هنتكلم فيه في اخر الفيديو. فانت بتجيبي تركيبة زيت بقدونس، وقلنا زيت البقدونس موجود عند العطارين، بتجيبي من زيت البقدونس 2 او ملعقة او كبيرة، وخمس ست من 5 ل 10 نقط عصير ليمون، وملعقة كبيرة عسل نحل، وملعقة ايضا من زيت اللوز. نقول تاني المقادير: بنجيب معلقتين من زيت البقدونس، من 5 ل 10 نقط ليمون، ملعقة كبيرة عسل نحل، وملعقة كبيرة من زيت اللوز. بتخلطي الجميع بتدهني الوجه وتتركيه من نص ساعة إلى ساعة لينشف، أو ممكن قبل النوم وتتركيه إلى الغد، ثم تقومي وتغسليه بالماء الفاتر. وقلنا قبل كده ان احسن ماء للوجه هو الماء الفاتر، ليس الماء البارد ولا الماء الساخن. ده كان لنضارة البشرة والحفاظ عليها. ايضا من الاشياء التي يجب انك تاخدي بالك منها انك تكسري من اكل الفواكه الطازجة، وده لنضارة الوجه. الفواكه زي الاناناس وزي التين، دول من الفواكه اللي بيجعلوا في نضارة في الوجه، لأن الفاكهة عامة والفاكهة الطازجة بتزيد من
حيوية الدورة الدموية الطرفية، الشعيرات الدموية اللي بتبقى موجودة في نهايتها، بتبقى موجودة في الجلد. مشكلة تانية النهاردة، وهي إزالة الشعر الزائد سواء في المناطق الحساسة أو في غير المناطق الحساسة. والحقيقة هناك طرق كثيرة كثيرة جدا، ولكن هناك أماكن تريد النساء ألا ينبت فيها الشعر ثانية، وبيلجأهم للطب، بيستخدم الليزر أو بيستخدم البودرة بأنواعها أو الكريمات لإزالة الشعر. وكثير من النساء بيقول إن ده هذه العملية بتزيد من كثافة الشعر وبتقوي الشعر، وده حقيقة. إذا أردت إنك تشيلي شعراي ولا تنبت ثانية، فلابد إنك تعرفي حاجتين عن الشعرة. الشعرة ده ليها اللي انت شايفاها، ده الشعر نفسه. أما حاجة اسمها بصيلة الشعرة، دي بتبقى في الجلد. فانت لما بتزيلي الشعراية، البصيلة الشعرة قادرة على إعادة إنبات هذه الشعر. طيب، انت لا تستطيعي إزالة بصيلة الشعر، إذن ما هو الحل أمامك؟ الحل أمامك انك تضعفي من بصيلة هذه الشعراية حتى تضعف شيئا فشيئا، ثم لا تستطيع البصيلة إعادة إنبات هذه الشعر. إزاي؟ هي ده الفكرة، أو هو ده السر اللي أنا هقوله لك دلوقتي. أولا، علشان تضعفي بصيلة الشعرة، لابد من إزالة الشعرة عن طريق النتف، إنك تشدي الشعرة ولا تحلقيها ولا تزيليها بكريمات أو بودرة أو أي نوع، لابد من إزالتها نتفا. بكده تكوني أزلتي الشعرة من أسفل الجلد، من أسفل الجلد. ليس معنى ذلك إنك شلتي أو أثرت على بصيلة الشعر، لأ، أنت زلت الشعر من جزء من الجذر بتاع الشعر، ولكن البصيلة أساس الشعر موجود. هنا بقى بنستخدم بعد إزالة الشعر نتفا، بنستخدم مغلي نبات بيسمى نبات السعد. نبات السعد أو نبات السعد، ده لونه أخضر، موجود عند العطار، بتجيبيه وبتغلي جزء منه، وبعد ما تنتفي الشعر في الأماكن اللي انت عايزة الشعر ما ينبتش فيها، بتبدأي تدهني مكان الشعر بعد نتفه مرة بعد مرة، بيبدأ يضعف الشعر إلى أن يتلاشى. أما هذه الطريقة السحرية والتي قرأتها في أحد كتب الأعشاب، فهي إذا أردت ألا تنبت الشعر إطلاقا، فبعد نتف الشعرة ادهني الشعر بسائل مرارة الدجاج. لما بتذبحي دجاجة اللي هي الفراخ يعني، بيبقى في حاجة كده، حاجة صفراء في كيس صغير اسمه المرارة، يقال، وهذا يسأل عنه صاحب كتاب تذكرة داود للأعشاب. إذا دهنتي مكان الشعر بعد النتف بهذا السائل اللي هو اللي خارج من المرارة بتاعة الدجاج، فلا تنبت الشعر إطلاقا، وهذا قلنا على مسؤولية صاحب كتاب تذكرة داود في الطب بالأعشاب. دي النقطة التانية من الفيديو بتاعنا. النقطة الأخيرة وهي مشكلة حب الشباب. مشكلة حب الشباب طبعا بتواجه الشباب، بتؤرق كثير من الشباب، وعلاج حب الشباب بيكمن في ثلاث نقاط أساسية. النقطة الأولى، يجب ألا تنزعج، وخاصة الفتيات يجب ألا تنزعجي وتكوني هادئة تماما. هذه أمور طبيعية وأمر طبيعي يحدث لكل الناس، فلا داعي للإنزعاج. الأمر الثاني، ألا يعني تتصرفي مع حب الشباب بطريقة غير صحيحة.
بمعنى ايه؟ ظهر حب شباب، فتبدأي بضفرك بصبعك بأي شيء، بتبدأي تجرحي هذه البصور. في الحقيقة انت هنا بترتكبي خطأ جسيم جدا، لان حب الشباب اذا كسرتيها بضفرك او باي شيء بتسبب ندب، يعني حاجة كده زي نقرة او نقرة بسيطة في الجلد، يصعب جدا 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 بعد ما تعدي هذه الفترة ان هذه النقر تشفي، يتم شفائها، وبتظل مع بعض الناس يعني الى ما شاء الله. فلا تحاولي أن تعبسي بهذه البصور على الإطلاق، دي نقطة مهمة يجب أنك تاخدي بالك منها. النقطة المهمة جدا برضو أنك في هذه الفترة اللي هي تصابي فيها بحب الشباب، تقللي بقدر الإمكان، تقللي من أكل الدهون النباتية والحيوانية. الدهون النباتية والحيوانية في هذه الفترة قللي منها على قدر ما تستطيعي. اما الوصفة اللي هتساعدك على ازالة حب شباب ان شاء الله، فهي بتتكون من 2 ملعقة حبة البركة، 2 ملعقة كبيرة حبة البركة، وملعقة صغيرة من القرفة المطحونة طحن جيد. نكرر تاني، القرفة المطحونة طحن جيد، ومعانا 2 ملاعق زيت حبة البركة، ومعانا 20 نقطة من عصير الليمون، 20 نقطة من عصير الليمون، وياريت معانا كمان 1 ملعقة من عسل النحل، وملعقة صغيرة من زيت الزيتون، بتخلطي الكل مع بعض، وبتدهني مكان حب الشباب في وجهك دون العبث بها، مرة مرتين أو 3 مرات في الأسبوع. بعد ما بتديني 2 أو 3 مرات إن شاء الله بيخف وبيروق حب الشباب وبتشفي منه. دول 3 نقاط اللي احنا اتكلمنا فيهم لجمالك وجمال بشرتك، وبكده نكون وفينا بالوعد من حيث ان احنا نقدم علاج شافي لمشاكل البشرة وجعلها نضرة جميلة ان شاء الله. ودائما نحن نلتقي لنسعد جميعا، ونؤكد شعار قناة مصادر الحياة، هيا بنا نحيا الحياة. وإلى أن ألقاكم فيديو آخر، لكم مني كل حب وتحية، وأتمنى لكم السعادة والشفاء. ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا، وأي تعليق نحن موجودون للرد. حاول أن تعمل شير لهذه الفيديوهات على موقعك، على حسابك على الفيسبوك أو خلاف ذلك حتى تعم الفائدة. وإلى أن ألقاكم، لكم مني كل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.